لكل العاملين في هذه العملية الإنقاذية العظيمة، وتحية أيضا للشركة الهولندية وأيضا لألجارد القاطرة الهولندية التي انضمت إلينا في هذه العملية. زميلتنا مها صبري اللي كانت طول اليوم في القناة النهاردة، وشك حلو يا مها، وأكيد يعني أنت يعني أول ما روحتي الحمد لله الدنيا فتحت، وشك حلو يا مها، قولي لنا إيه الأخبار؟ برحب بيك يا استاذه لميس. الحمد لله فعلا النهارده انا كنت فرحانه بشكل شخصي طبعا ان اخيرا السفينه الجانحه ابحرت مره ثانيه. لسه حالا المؤتمر اللي عقده رئيس الهيئه الفريق اسامه ربيع لسه منتهي حالا، وجاء بيه باهم الاشياء طبعا غير المجهود اللي هم قاموا بيه في اقل من اسبوع علشان السفينه ترجع تاني تبحر مره ثانيه في القناه. كمان اتكلم عن حركه الاستئناف اللي عادت النهارده منذ الساعه 6 على الجانبين من القناه. النهارده من بعد الساعه 6 عبرت 113 سفينه من السفن العالقه لحد بكره الساعه 8 الصبح. كمان بيقول ان هم هيكثفوا المجهود هيكثفوا المجهود عشان خاطر السفن العالقه دي تقدر ان هي ترجع تاني لمجراها الملاحي. وكان في اولويه لهذه السفن، يعني السفن اللي عليها المواشي دي بالفعل خلاص عدت من ساعة ما السفينة الجارحة الحمد لله راحت مقرها في البحيرات، وهو المقر اللي خصصته هيئة قناة السويس علشان يفحصوا السفينة إذا كان فيها أي تعطيل أو فيها أي عطل فني بيعطل إبحارها مرة تانية. ولكن كمان اتقال كمان النهاردة في المؤتمر الصحفي إن لسه في كمان تحقيقات هتحصل يمكن الفترة الجاية علشان يشوفوا مين المتسبب في هذا الحادث. خلينا نتكلم بقى عن بداية اليوم، يعني من الساعة 5 الفجر تقريبا وكلنا فرحنا ان السفينة الحمد لله رجعت تاني تبحر من الساعة 5 فجرا بنسبة 80%، اتبقى 20%. كانت الناس بتسأل ليه 20% عشان حركة الرياح. تاني حاجة المادة، دول كان ليهم عامل اساسي جدا وكبير جدا، يعني رئيس الهيئة كان بيقول ان هم كان عندهم امل كبير جدا ان الساعة 11:30 زي ما كانوا متوقعين ان السفينة تبحر مرة تانية، ولكن الرياح كانت معكساهم. كمان حركة المد ما كانتش يعني في المنسوب اللي هم محتاجينه اللي هو أكتر من 2 متر، ولكن في ساعة العصر الاتنين متر بالفعل بقى المنسوب المد أعلى. الرياح كمان كانت مع السفينة فقدرت السفينة ان هي تتوسطن، كان أهم حاجة ان السفينة تتوسطن في المجرى الملاحي عشان تقدر تروح المحطة اللي بعد كده وهي منطقة البحيرات ويتم فحصها. كمان رئيس الهيئة قال ان يعني الخسائر اللي لحقت به قناة السويس في الفترة دي ان اليوم الواحد كان ممكن ل 12 ل 13 مليون دولار يوميا خسائر. لكن من الحاجات الإيجابية كمان ان مع تحريك السفينة انخفاض في أسعار النفط، كل دي إيجابيات النهاردة حصلت. ده بالإضافة طبعا إن في كل الصحف العالمية جت النهاردة تغطي. وكمان عجبني إن هم مهتمين كمان بالناس أصحاب اللي كانوا على القاطرات، العشر قاطرات اللي كانوا بيدفعوا وبيشدوا في السفينة علشان خاطر ترجع تاني تبحر. الناس مهتمة جدا إن هم يلقوا الضوء على الناس اللي كانوا في القاطرات واللي هم ساعدوا بشكل كبير جدا إن السفينة ترجع تاني وإن الممر الملاحي يفتتح مرة تانية. ده كانت أبرز الحاجات اللي احنا يعني رصدناها النهاردة طول اليوم، وعودة لحضرتك تاني. بشكرك يا مها، يوم صعب. مها قوليلي مشاعر، يعني الناس مشاعرها ايه عندك؟ مقدرة بشكل كبير جدا، وده اللي انا لمساه جدا. اغاني وطنية شغالة في الشوارع، الناس فرحانة جدا، حاسين بالفخر مش طبيعي، ومقدرين قوي ان العمل ده تم انجازه بدون خسائر ولا في السفينة ولا بدون تفريغ حاويات. وكمان ان احنا ما وصلناش للسيناريو الثالث، وهو كان السيناريو الاصعب. الناس فرحانة ان احنا ما وصلناش للسيناريو ده، وان الدولة المصرية قدروا ورجال القناة قدروا ان هم يخلوا السفينة تبحر بدون ما نلجأ للسيناريو الثاني. حاسين بالمجهود الكبير كبير اللي الناس عملته، فرحانين بيهم جدا، فخورين بيهم بشكل كبير جدا. دي المشاعر اللي انا لمساها النهارده من بعد العصر، من ساعه ما قالوا ان السفينه الحمد لله هتروح لمنطقه البحيرات وان هي اخذت مصيرها. يعني بشكرك يا مها، مها صبري برضو وشك حلو يا مها علينا. انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المتابعه، شبكه مراسلنا كلها الحقيقه كل يوم، وبكره كمان هنبقى متابعين معاكم. فشبكه مراسلنا يعني الحقيقة
الحقيقة على الأرض رجالة برضو وستات هايلين. شكرا يا مها.